إنجيل النهاردة بيقول لنا آية جميلة جدا، طوبى لعيونكم لأنها تبصر، طوبى لعيونكم لأنها تبصر. المفروض عينينا بتشوف غير عينين الناس، اللي عينيه مليانة بعمل الروح القدس فيه تشوف غير اللي الناس بتشوفه. عشان كده المسيح طوب العين دي. الناس بتشوف الدنيا مختلفة عن ما احنا بنشوفها. احنا بنشوف الدنيا عشان حاجة بنعيش فيها ترفعنا للأبدية، مش تشدنا ليها ونخسر أبديتنا. الناس بتشوف الدنيا عكس كده. الناس بتشوف الدنيا حاجة تتمتع بيها وتنسى أبديتها. عشان كده ربنا طوبنا، طوب العين دي. قال إن اللي أخد جسدي ودمي، اللي أنا عايش فيه واللي عايش معايا شايف حاجة مختلفة، شايف السماء مفتوحة لي باستمرار، في كنيسة، في صلاة، في طلبة، في توبة مستمرة. عشان كده عين الإيمان اللي احنا بنشوف بيها تختلف كتير عن عين الناس اللي بتبص بيها. عشان كده الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. احنا دايما عينينا بتشوف بعين الإيمان. عشان كده ربنا قال لنا طوبى لعيونكم لأننا عندنا إيمان بيه. بس عشان يبقى عندك الإيمان ده لازم تشوف الإيمان من ثلاث زوايا، أو عينك تشتغل ناحية ربنا من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى بشوف فيها صفات الله. صفات الله أول حاجة بشوف، عين المؤمن بتشوف صفات الله. أول صفة محبة ربنا. أول حاجة بنشوفها في ربنا المحبة. بغلط بحبني، ببعد عنه بحبني، بعمل حاجة ما تلقش بيا بحبني، بتوه عنه أحيانا كتيرة بحبني، واقف على الباب ويقرع دايما إن فتح أحد. زمان موسى النبي قال له أرني مجدك، قال له يا موسى ما تنفعش تشوفني وتعيش، قال له مش ممكن، لازم أشوفك، لازم أشوفك، لازم تخليني أشوفك. قال له طب يا موسى أنا هسمح لك بحاجة، أنا هعدي وهخفيك في حتة في الجبل وأنا معدي تقدر تشوفني. وفعلا ربنا عدى ونزل موسى في حفرة من الحفر وحط ايده عليه عشان ما يقدرش يشوف ربنا ويعيش، ما يقدرش يشوف جمال ربنا كله، ما يقدرش يشوف ألوهية ربنا. ونزل موسى وشه بيلمع لدرجة ان بني اسرائيل ما كانوش قادرين يشوفوه. موسى طلب ان يرى الله، ارني مجدك. واحنا نيجي كلنا شبعانين بمجد ربنا. ده احنا بنشوف ربنا، مش بس بنشوفه، ده احنا بعين الإيمان ممكن نتكلم معاه. بعين الإيمان ممكن أقعد وأتكلم مع ربنا وأحس إن ربنا سمعني وحد سمعني وبتكلم معاه وممكن يجاوبني. لدرجة القديسين كانوا بيتكلموا معاه وجها لوجه. درجة إيماننا لو وصلت لدرجة القديسين هنشوف ربنا ونعينه. والحقيقة الأعظم من كده إن احنا بناكل جسد الرب ودمه كل يوم على المذبح. احنا بنشوف ربنا، بنسمع ربنا، بنتعامل معاه. صفات الله المحب، الله محبة. قال لنا حبه، ودي عظمة مسيحيتنا. نقول له يا رب مش قادرين، يقول لك ما انا حبيتك، ما انت كنت وحش، ما انت ما كنتش معايا، ما انت الخطة اللي انا رسمتها انت بوظتها، بس انا ما هنش علي سيبك، جبتك تاني. قال لنا كده، رأيتك مدوسة بدمك فحممتك فصلحت لمملكة، جبتك خليتك ملكة. بيتكلم عن نفس، عن نفس اللي تاهت من ربنا كتير. صفات الله الجميلة، العين المؤمنة الواثقة تشوف صفات ربنا. أول صفة فيهم الحب. عشان كده لما ربنا بيسألك بيقولك بتحب،
أول حاجة في الاعتراف نخش نعترف لأبونا، أبونا أول حاجة بيسألها أنت زعلان مع حد؟ زعلان مع أحد؟ لأنك كده تبقى كسرت الوصية العظمى. الوصية العظمى أهم وهي وصية عظمى، تحب الرب إلهك من كل قلبك وقريبك مثل نفسك. يوم ما تبقى تخليت عن الوصية دي يبقى عينك لسه مش بتشوف، لأنك يوم ما تتخلى عن وصية المحبة عينك تفقد السماء، تطيش في حاجة تانية مش في السماء أبدا، لأن السماء مش هيدخلها غير اللي بحب، لأن هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذا كان ربنا مات علشانك وانت مش عندكش استعداد تحب أخوك، إذا كان ربنا مات علشانك ما عندكش استعداد يبقى في سلام في بيتك وتتنازل شوية وتمشي الأمور شوية وتعدي الأمر عشان ما تحصلش مشكلة في بيوتنا، وما أكثر الكلام والمشكلات. ما عندكش المحبة دي ليه؟ ربنا بيفكرك النهاردة بقول لك العين الواعية الثاقبة اللي فيها إيمان اللي فيها ثقة بما يرجى أول حاجة بتشوف عين المحبة، عين محبة الله. نمرة 2 بتشوف الله العادل، من صفات الله الله العادل. تقول يا رب الدنيا طولت والأزمة كترت وإحنا يا رب مش شايفين حاجة وإنت سايب الدنيا، يقول لك لا حبيبي مش ممكن أسيب الدنيا، الله لا يريد إن عصى الأشرار تستقر على نصيب الصديقين. نقول له يا رب طب ما إنت شايف الألم بتاع ولادك وقولوا ماله، وأنا شايفها كافئ، ما هو ده العدل، أنا شايفها كافئ، أنا شايف وهدي. مرة حزقية رجل الله إليشع قال له العدو بيهزقنا ويشتمنا ويقول لنا مين ربنا اللي انتوا هتعتمدوا عليه ده؟ ايه ربنا ده؟ مين هو اللي هيقف وخلصكم مني؟ ده انا الملك القوي اللي عندي وعندي وعندي. راح لربنا قال له يا رب انت مش سامع الكلام ده؟ رجل الله إليشع قال له خلاص اعتبر الامر انتهى، روح بقى خلاص الامر وصل لربنا، ربنا العادل هو اللي هيتصرف، ربنا العادل هو اللي هياخد القرار، ويجي ملاك يهلك 185,000 واحد من جيوش العدو وتنتهي الحكاية. ربنا بيتدخل، بس امتى؟ ربنا اللي يقول. احنا المشكلة عايزين ربنا يتدخل زي ما احنا بنقول. ربنا العادل عارف امتى يتدخل، امتى يصدر القرار، امتى يقول القرار نفذ. كان مرة في مشكلة حصلت في بلد من البلاد، موتوا حد مننا في بلد في الريف، وبعدين عملوا قضية والقضية طلعت الناس دول براءة، استئناف براءة، وبعدين النقض براءة، يعني الناس دي قتلت نفسها مش عارفين. فوقف البابا شنودة يقول احنا رفعنا قضيتنا الى الله الى السماء. هي دي الكلام، هو ده الكلام. القضية لما تترفع لربنا الله العادل هو اللي هياخد فيها قرار، هو اللي هياخد فيها قرار، وهو اللي هيشبع، هو هيشبع نفس، يشبع نفس المؤمن بقراره الجميل. عشان كده تأنى وانت شايف الله العادل، تأنى عشان تشوف مراحم ربنا عليك وقد ايه ربنا بيتأنى على الخاطي. الغني والعازر الله تأنى عليهم في الارض الاثنين، انما في السماء كان في وضع مختلف، في وضع مختلف، واحد يتعزى والتاني يتعذب. عشان كده الله العادل مش ممكن يسيب حقك يضيع، بس انت عشان عدل الله اصبر وسيب المحكمة تشتغل. ما انت مش هتقدر تقول للقاضي احكم لي بكده، مش هتقدر. انت كل اللي تقدر تعمله قدم حيثياتك بس، اقف لربنا قول انا مظلوم، اقف لربنا قول انا مضطهد، يقول لك وماله حبيبي ما انت هتاخد تاج، وماله حبيبي ما انت تاخد ملكوت السماوات، وماله حبيبي ما انت لازم تضطهد عشان بضيقات كثيرة ينبغي ان تدخل ملكوت السماوات. تشوف الله المحب، الله
العادل، شوف الله القادر من صفات الله. ربنا قادر يعمل حاجات كتير، ربنا قادر، بس انت ثق في هذا، ثق ان ربنا قادر يعمل لك كل حاجة لمصلحتك، لانه احبك اولا، وما دام حبك وانت ابنه مش ممكن يسيبك محتاج حاجة. عشان كده في محبة ربنا ليك بيدي لك كل حاجة. احنا بس احيانا بضعفنا البشري نقول له يا رب يعني انت سايبنا ليه، انت مش قادر يا رب. يقول لك لا حبيبي انا قادر. ده مرة من المرات نزل السامرة وضربوه بالحجارة، وكان معاه 2 من تلاميذه، قالوا له يا رب نقول للسماء تبعت لنا قوة تهلك الناس دي. قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما، أنتوا أنا لم آتي لأهلك، ده أنا جاي أخلص، ده أنا جاي أخلص، ده في ناس ممكن تخلص بعديكم بكتير، اللي أنتوا هتعملوه ده بيهلك، أنا مش جاي أهلك، أنا جاي أخلص. عشان كده ربنا طويل الأناة، ربنا المحب، ربنا العادل، بيديلك فرصة للتوبة، لأنه قادر، قادر أن يخلص بالكثير أو بالقليل. ربنا عنده كتير، بس عايز ربنا تثق فيه. نمرة 2، وعود الله. أنا بشوف صفات الله، بشوف وعود الله. وعود الله وعدني بالغفران، قال لي هتغلط هتقدم توبة هقبلك، ولو ما قدمتش توبة هبقى تبقى ابني، بس ببقى زعلان عليك، ببقى زعلان عليك، نفسي تيجي وتتمتع بخير أبوك. وانت في الخطية ما بتبقاش متمتع بحاجة، وانت في الخطية بتبقى تعبان، تبقى نفسيتك تعبانة، تبقى مش قادر تتعامل مع حاجة، ودايما حزين، لأن الخاطئ دايما حزين، عمره ما بيشوف فرح السماء، وعمره ما بيشوف فرحة من أفراح الكتاب المقدس، لأنه دايما ما عندوش غفران. يجي ربنا يقول لك أنا الماحي ذنوبك، طب مش بتصدق ليه؟ أنا لا أعود أذكر خطاياك فيما بعد، لأنه الله وعد بالغفران. وما دام الله وعد بالغفران، تعال حبيبي اشرب من الحاجات الجميلة. ربنا يوم من الأيام في يوم العيد وقف كده قال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. ربنا بيقول لك تعال دوق ماهي الحياة مجانا، مش عايز منك حاجة، بس قدم توبة وتعالى، قدم توبة وخش في حضني عشان أنا كمان أخش أسكن فيك. أول حاجة وعد بالغفران. 2، وعد الاستجابة. الله بيقول لك أنا بستجيب لك. داود النبي قال لنا كده في المزمور، الله يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. ما تقعد تتكلم مع ربنا، اقعد تتكلم معاه، اقعد تتكلم معه عشان يعرف صوتك. خرافي تسمع صوتي وانا ادعوها باسماء. اقعد تتكلم معاه وحاسب يوم من الايام تحس انك غني واستغنيت ولا حاجة لك. يوم من الايام حاسب تحس انك انت شبعان وانت راجل كويس، وانت كويس كده. حاسب من دي، حاسب من دي، لان احيانا الشيطان يغرينا يقول يا اخي ده انت احسن من غيرك، ده انت بتصلي غيرك مش بروح، ده انت اذا كنت بتروح لك مرتين ثلاثة في الشهر غيرك مش بروح خالص، وينفخك كده شوية ويدي لك زاد شوية وضيعك. قوله لا حبيبي، ربنا اداني وعد انه دايما مستجيب، الله يستجيب لي اذا ما صرخت اليه. الوعد الثالث، الله ادهوني وعد الابدية. وعد الابدية، ربنا كده قال لي لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. يا سلام يا رب، هتدينا ملكوت، هتورثنا، هتدينا الأبدية بتاعتك. قال طبعا، هو أنا مت عشان مين؟ ما أنا عشانكم. عشان كده خلي عينك تشوف الحاجات دي، خلي عينك تشبع بيها عشان تبقى بالفعل شبعان بربنا وعندك يقين الإيمان داخلك. نمرة ثلاثة، البركات. من ضمن ترتيبات الله، نمرة 3، ترتيبات الله من ضمنها البركات. ربنا وعدك يدي لك البركة. في القديم قال لإبراهيم كده نسلك يكون كرمل البحر، نسلك يكون كرمل البحر.
طب وقلت لنا ايه يا رب في البركات؟ قال اعطيتكم مائده تجاه، قد اعطيتني مائده تجاه مضايقيه. دي بركه عظيمه ان انا جسد الرب ودمه يسكن فيا، ده اعظم بركه في الدنيا. مين بيعبد واحد اداله جسد ودمه عشان يدخله السماء؟ مين؟ مفيش. ده احنا في نعمه كبيره، احنا في نعمه كبيره لما نقعد نتكلم عن ربنا، نتكلم عن عظمه الله اللي سمح لنا نخش سفينه النجاه، فلك النجاه الكنيسه، ونتمتع بيه ونقعد معاه ونتكلم معاه. هو انا مين عشان اتكلم مع ربنا؟ ده انا عشان اروح اتكلم مع واحد مسؤول اخد 100 ميعاد ويمكن ما توفقش فيه، انما مع ربنا حبيبي تقدر تجيله من غير مواعيد. هو فاتح حضنه ليك بس نفسه تجيله. بس لما تجيله اطلب طلب يستاهل، لما تجيله اطلب طلب يستاهل. زمان بيقولوا قصة الاسكندر الاكبر، كان عظيم، ملك عظيم زمان، واحد راح له طلب مقابلته. فبعد ما قعد معاه الاسكندر نادى الجنود اللي عنده قال لهم اسجنوه. فسألوا ليه نسجنه؟ هو مش جاي لك يطلب طلب؟ قال لهم اصله جايني طلب صغير ما ينفعش يطلبه مني. يعني كأنه داخل الملك يقول له من فضلك اديني 100 جنيه. فالاسكندر الاكبر استغرب، انا الملك يطلب مني الطلب الصغير ده؟ ما ينفعش، لازم اسجنه عشان يتعلم لما يقابل الملك يطلب منه طلب كبير، طلب يستاهل الملك. واحنا دايما شغلين ربنا بطلباتنا الصغيرة. ربنا بيدي لك بركات تشغله بطلبات صغيرة ليه الطلب الصغير؟ اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. ترتيبات الله احيانا يبقى عندنا احباطات، محبط، الناس مضايقاني، والشغل مضايقني، والشغل مش مديني حقي، والدنيا عليا، والمرتب قليل، والدخل قليل، والدنيا ضيقة. ربنا حبيبي يقول لك إذا كان في أشياء كتيرة ضدك، إنما كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. ما تقعد كده تتأمل قد إيه ضيقة ربنا حاشك من مصيبة كبيرة كان ممكن تتعرض لها. كنت مبارح بزور حد، فواحد منهم متعور شوية، فقال لي أشكرك. قال لي دايما يا ابونا أرفع عيني للسماء وأشكر ربنا. أقول له أشكرك يا رب لأن في الفترة اللي أنت قعدتني فيها في البيت حمتني من حاجات كتير كان ممكن تحصل وأنا مش عارف. قد إيه ممكن نوجه حتى التجربة لمجد اسم المسيح. عايزين نقول له يا رب نشكرك في كل اللي بتدهولنا، لأن كل اللي بتدهولنا كل الأشياء تعمل معا. ليه؟ عين الإنسان المؤمن اللي عنده ثقة، طوبى لعيونكم لأنها تبصر. أنا بأبصر عمل الله، بأبصر الحاجة اللي ربنا عايزها مني، عشان كده ربنا بيطوبني وعايزني دايما أكون جنبه وأكون داخله وابنه. أخيرا، حتى الناس في حياتنا اللي حوالينا جزء من ترتيبات الله لينا. الناس اللي حوالينا، هتلاقي واحد متعب يخليك تصلي، هتلاقي واحد مضايقك يخليك دايما تطلب له، هيتلاقي واحد دايما يقول لك صلي من أجلي، صلي من أجله. هتلاقي واحد يطلب منك مساعدة، إن شاء الله مساعدة مادية عشان تكسب السماء بيها. أعطوا تعطوا كيلا مهزوزا ملبدا فائضا. يعني كل اللي حواليك ممكن يدي لك ملكوت السماء. ما تتضجرش من حد، ما تتضايقش من حد، لأن دي خطة ربنا حاططها لخلاصك. حتى لو كان واحد متعب جنبك، خطة ربنا حاططها لخلاصك عشان في كل مرة تصلي من أجله وتصلي من أجل نفسك. ترتيبات الله الجميلة. ربنا يدينا نشوف بعين الإيمان، ربنا يدينا نشوف بعين القديسين اللي شافوا قبل كده وسبقونا واحنا بنسلك زيهم على آثار الغنم. ربنا يدينا ويديكم لله المجد من الآن وإلى الأبد، أمين.